بس على مدار المسلسل من ردود الأفعال على الأقل على الميديا يعني التواصل يعني الاجتماعي مش عارف اسمها الفيسبوك والحاجات دي لا انه حتى اللي عندهم اطفال بقوا خايفين. اه طبعا. لانه انا ممكن في يوم من الايام بنتي او ابني يبقوا هانية او عادي. اه طبعا. اه طبعا. فين ام التذكره اللي كانت هنا؟ ضربتها. ايه؟ اتعدلي يا نحنوحه. ضربتي ايه؟ ليه هانية ضربتيها كلها؟ هو انت عايشه لوحدك في البيت؟ مش في زفت عايش معاكي؟ في ايه يا علي؟ في ايه اللي خلصتي التذكره اللي كنت همسك بيها ظهري؟ ايه اللي ايه في ايه؟ انت ايه؟ بتعلي؟ ايوه بعلي. مش احسن من لما اقعد اعيط من اكتئاب الحمل؟ ما انا دلوقتي ممكن اخليكي تعيطي بجد عشان تعرفي انك مش عايشه لوحدك في البيت ده. انت بتضربني ولا ايه؟ لا المفروض اضرب نفسي، اضرب نفسي عشان سبت الحاجه معاكي. بعد كده مفيش حاجه هتبقى معاكي، الحاجه هتبقى معايا انا، تمام؟ بقى كده اوكي. من هنا ورايح كل واحد يذكر لنفسه ويخبي حاجته. بطلي بقى شغل العيال الصغيره اللي انت فيه ده، هاني انت كبرتي خلاص، اكبري، احنا عندنا كل المراحل دي خلاص. الموضوع شائك جدا. انا عارفه ان في مدمنين متعافين كتير جدا بيتفرجوا وعندي خوف من فكره انه يحصل انتكاس. اي حاجه تبقى محبطه فيها انتكاس، وكنت ده يعني، وانه في اهالي بيتفرجوا وعايزين خايفين على ابنائهم، فبالنسبه لهم خط علي وهانيا ده عامل لهم رعب يعني. الامهات كانوا في مدرسه ابني بيوقفوني اللي هو وبعدين الامهات ما كانوش طايقينك. اه انا حاسه يعني في النهايه خليتي يعني بس انا ام فانا فاهمه. يعني الامهات قالك ايه يعني؟ جايبه لنا نموذج هانيا ده كان مؤرخ جدا في المسلسل. انا عارفه بس كان مهم لانه النموذج ده وبالذات انتمائه للطبقه دي هو رد على فكره الانكار في الطبقه المتوسطه والمتوسطه العليا. انه ابني وبنتي لا يمكن يعملوا كده، مش هيعملوا زي الناس الوحشين، انا مربيه احسن تربيه. البابل دي او يعني البالون اللي احنا عايشين جواه انه احنا لا يمكن الحاجات دي تمسنا، كان لازم حد يفرقع البالونه. لا على فكره احنا ممكن جدا نبقى زينا زي اي حد، وولادنا ممكن يبقوا مكان هانيا وممكن يبقوا مكان علي.